انتصف ليل القاهرة، وهذا عرض لأهم الأنباء من الجزيرة مباشر مصر. أهلا بكم. فرقت قوات الأمن مئات المتظاهرين في شارع القصر العيني أمام مجلس الوزراء ومجلس الشورى، ونصبت قوات الأمن المتاريس في محيط المنشآت الهامة بالمنطقة لمنع المتظاهرين من اقتحامها. وهذا وبدأت نيابة قصر النيل التحقيق مع 19 شخصا ألقي القبض عليهم بتهمة إثارة الشغب في مظاهرات إحياء ذكرى أحداث شارع محمد محمود، فيما أفادت وزارة الصحة بدورها بأن عدد المصابين جراء الاشتباكات بلغ حتى الآن 61 مصابا دون وقوع أي وفيات. هذا ورفض أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور رفع جلستهم العامة بسبب إخطار أمني بأن المتظاهرين انتقلوا إلى محيط مجلس الوزراء. ووافقت الجمعية في جلستها على المادة رقم 135 التي تنص على انتخاب رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات ميلادية تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمدة واحدة، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة ب90 يوما على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة ب10 أيام على الأقل. كما وافقت الجمعية على المادة 136 والتي تشترط في من يترشح للرئاسة أن يكون مصريا من أبوين مصريين ولم يحمل جنسية دولة أخرى خلال 10 سنوات السابقة على الترشح. نفى عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزة الرشق الأنباء التي ترددت عن التوصل إلى اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل. وقال الرشق إن حركة حماس بانتظار الرد الإسرائيلي على تفاهمات التهدئة، مشيرا إلى أن الرئاسة المصرية هي التي ستعلن اتفاق التهدئة خلال حال توصل إليه. وأكد الرشق أيضا أن مصر هي التي سترعى اتفاق الهدنة وتراقب التزام الطرفين بشروطه. أيمن، ليس صحيح. حتى هذه اللحظة لم يتم التوصل إلى اتفاق. نحن بانتظار رد العدو الإسرائيلي على الراعي المصري حول مقترحات التفاهمات التهدئة. حتى هذه اللحظة ليس هناك أي رد، متوقع يكون الرد في أي لحظة. وهناك اتفاق على أن من سيعلن الاتفاق التهدئة هو الرئاسة المصرية. ما قاله الرئيس محمد مرسي دقيق جدا، هو قال أنه متوقع أن يكون هناك اتفاق خلال ساعات، وهذا كلام صحيح. أنا قلت كلام الأخ أيمن ليس صحيح، لأن أيمن قال أننا توصلنا للاتفاق. حتى هذه اللحظة لم يتم التوقيع على الاتفاق. الاتفاق وشيك متوقع، لكن لا نستطيع ان يعني نؤكد الامور حتى يتم التوقيع، وعندما يتم التوقيع اول من سيعلن هي الرئاسه المصريه. وكان ايمن طه القيادي في حركه حماس قد صرح لوكاله رويترز للانباء بانه تم بالفعل التوصل الى اتفاق للتهدئه بين حماس واسرائيل، وانه سيبدا تنفيذه اعتبارا من منتصف الليله. كان الرئيس المصري أيضا محمد مرسي قد صرح في وقت سابق من اليوم بأن مهزلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ستنتهي اليوم. وقال مرسي في كلمة له عقب تشييع جنازة شقيقته بمسقط رأسه في محافظة الشرقية إن جهود عقد الهدنة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ستسفر عن نتائج إيجابية خلال ساعات. يأتي ذلك بينما غادر مطار العريش وفد وزراء خارجية الدول العربية الذي زار قطاع غزة برفقة أمين عام جامعة الدول العربية. وجاءت الزيارة بحسب الوفد تأكيدا للتضامن العربي مع الشعب الفلسطيني. ضم الوفد إلى جانب أمين عام الجامعة العربية وزراء خارجية مصر وتركيا والسودان وتونس وفلسطين ولبنان والعراق والأردن ووزيري الدولة للشؤون الخارجية السعودي والقطري. هذا وقال من جديد محمد كامل عمرو وزير الخارجية إن مصر لن تكون أبدا جزءا من الحصار المفروض على قطاع غزة، وقال إن مصر ستواصل جهودها مع جميع الأطراف من أجل التوصل إلى قرار بوقف إطلاق النار. أكد عمرو خلال مشاركته في زيارة الوفد الوزاري العربي لقطاع غزة إن هدف الزيارة هو تضامن جميع الدول العربية وشعوبها مع الشعب الفلسطيني في محنته التي يمر بها في مواجهة العدوان الإسرائيلي. كما تعلم مصر تقوم بجهود منذ بداية الأزمة، بجهود مع كل الأطراف، وإن شاء الله نأمل في الوصول إلى حل قريب، وهذه الجهود تحظى بدعم كل أطراف المجتمع الدولي.
دكتور، ماذا عن موضوع يعني الدعم إلى غزة من أجل فك الحصار بشكل كامل وإدخال جميع المساعدات وإنقاذ الشعب من الفلسطيني في غزة من هذه ما يصفونه بالجرائم؟ الموقف المصري واضح، لن نشارك في الحصار على شعب غزة، ستدخل إليه المعونات الإنسانية ولن نكون جزءا من خنق هذا الشعب. دكتور أخي، أما رئيس حكومة حماس المقالة في غزة إسماعيل هنية فقد قدم الشكر للوفد العربي، لكنه ذكر مرة أخرى بقرار وزاري عربي برفع الحصار تماما عن قطاع غزة. نقطتين في المدى السياسي: الأول أنه لو تم جلب قادة الاحتلال إلى العدالة الدولية بموجب تقرير جولدستون على ما ارتكبوا من جرائم في الحرب السابقة لما تجرأ أن يكرر هذه الجرائم مرة ثانية. لذلك أدعو إلى قيام الجامعة العربية إن شاء الله بدورها على هذا الصعيد العالمي والقانوني. ثانيا، أذكر بأن هناك قرار صدر عن وزراء الخارجية العرب بشأن رفع الحصار عن قطاع غزة. هذا وقال رئيس الوزراء هشام قنديل إن مصر ستواصل دعمها لقطاع غزة وكذلك جهودها لوقف العدوان الإسرائيلي على القطاع بصورة فورية. أكد قنديل في مؤتمر صحفي مشترك مع أمين عام الأمم المتحدة بان كيمون على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني كي يحصل الفلسطينيون على كامل حقوقهم. من جانبه قال الأمين العام للأمم المتحدة إنه سيطلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقفا سريعا لإطلاق النار عندما يلتقي به في القدس. عقد وزير السياحة هشام زعزوع اجتماعا مع أعضاء مجلس الأعمال المصري الأوروبي لبحث آفاق صناعة السياحة المصرية وسبل تنشيط الحركة السياحية وتحقيق انطلاقة كبرى بها. واستعرض الوزير خلال الاجتماع عددا من التحديات التي تواجه قطاع السياحة في الوقت الحالي والتي تتضمن عدد رحلات الطيران والتحذيرات التي أطلقتها بعض الدول لمواطنيها من زيارة مصر. انتهى موجز الأخبار. المزيد في موقع الجزيرة مباشر مصر على شبكة الإنترنت، كما يمكن أن تشاهدوا بثنا الحي على الموقع ذاته. أما أسئلتكم وتعليقاتكم فنستقبلها عبر صفحتين على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. إلى اللقاء.